واحنا بنتكلم على الدوري الانجليزي اللي بدايته الحقيقه يمكن تكون مفاجاه، يعني مفاجاه بكل المقاييس بعد الميركاتو الاكثر من قوي، وخصوصا ان كل الكبار بيعانوا. السيتي بيعاني، ليفربول اشد المعاناه، تشيلسي بيعاني، يمكن الاكثر مانشستر يونايتد يعاني، يمكن الاكثر استقرارا حتى اللحظه ومفاجاه الموسم حتى الجوله الثالثه هو طبعا ارسنال الانجليزي اللي الحقيقه مع ارتيتا قدر يحقق العلامه الكامله. هيكون واحد من نجوم الكره الانجليزيه والدوري الانجليزي هو ضيفنا دلوقتي في السادسه، لعب مع واتفورد ولعب مع برينتفورد في الدوري الانجليزي، وكمان تولى في فتره من الفترات مسؤوليه المدير الفني او مدرب لفريق كريستال بالاس. كيث ميلن هو ضيفنا في السادسه. بدايه طبعا شكرا على قبولك الدعوه، واهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي وفي السادسه. Hello, thank you very much. اهلا وسهلا، شكرا جزيلا لكم. قبل ما ادخل في التفاصيل يهمني جدا اسمع رايك في اهم الصفقات اللي نجحت الانديه الانجليزيه بشكل عام، يعني في تحقيقها استعدادا للموسم الجديد، اهم الاسماء اللي ممكن تكون اضافه لفرقها ولقيمه الدوري الانجليزي نفسه. بالطبع اعتقد ان بناء مانشستر سيتي لفريقه هو الابرز حتى الان. نتحدث عن ايرلينغ هالاند، هو افضل صفقه في الدوري الانجليزي حتى الان، وليس لمانشستر سيتي فقط. هو يحرز الاهداف كما ترى الان، هو لاعب مميز. لو سالتك عن تقييمك، يمكن عدد كبير جدا من الأندية الإنجليزية بيحظى بدعم مادي كبير، سواء عن طريق صناديق استثمار، سواء عن طريق عائلات قوية اقتصاديا، أو عن طريق حتى رجال أعمال، أو عن طريق موارده الذاتية يعني. لكن مين من وجهة نظرك الأفضل في استخدام الموارد المالية والاستعداد للموسم الجديد؟ أعتقد أنك كما ذكرت أنه يوجد الكثير من الأموال التي تضخ في الدوري الإنجليزي. يوجد الكثير من رجال الأعمال الذين يريدون أن يكونوا جزءا من الدوري الإنجليزي. ليس الأمر فقط من باب صرف الأموال، ولكن ليكونوا جزءا من هذه الأندية. أعتقد أن مانشستر سيتي هو النادي الأبرز حتى الآن. هو نادي يدير العملية المالية بشكل جيد جدا. الأمر أخذ وقتا، ولكن الآن يجنون ثمار ما بذلوا في الفترة الماضية. أعتقد أن القوة المالية للنادي تجعل من الفريق فريق قوي جدا على المستوى العالمي. أعتقد أن تشيلسي أيضا كان يمر بأزمة في الشهور الماضية، ولكن تشيلسي أيضا من أبرز الأندية. نتكلم من الناحية الفنية، ناس كتير شايفة أنه بداية الدوري الإنجليزي بداية غير متوقعة، وخصوصا مع معاناة أو مع تعثر الأندية الكبيرة. السيتي سقط، مانشستر يونايتد سقط، تشيلسي سقط، ليفربول سقط، ويبدو أنه المعاناة قد تكون مستمرة. رأيك في البداية، وإيه أكتر مفاجأة لفتت نظرك لغاية دلوقتي؟ أعتقد أن السبب الرئيسي لما حدث لهذه الأندية هو يعتمد على الموسم الانتقالات الذي مضى. أعتقد أن هذه الفرق التي ذكرت حدث عليها تغييرات عدة. أعتقد أن هذه الانتقالات أثرت على قوام الفريق الأساسي. أعتقد أن أرسنال كان مفاجأة الموسم بالنسبة لي. بدأ بداية رائعة، هو أجرى تغييرات بسيطة لم تؤثر هذه التغييرات على قوام الفريق. وبالنسبة لكريستال بالاس أيضا أجرى العديد من الصفقات الرائعة التي رأيناها تتألق مع الفريق. أنا هاجي طبعا لكريستال بالاس ومباراته الأخيرة أمام مانشستر سيتي، بس بما أنك ذكرت الأرسنال، هل تتوقع أن نسخة الأرسنال في الموسم الحالي تحت قيادة أرتيتا قادرة ترجع شخصية أرسنال البطل وتنافس لغاية آخر لحظة على لقب بريمير ليج؟ نعم، أعتقد أن هذا الموسم هو فرصة لفريق الأرسنال
أن يظهر وجها مغيرا وأن يكون هناك نتائج مختلفة عما كان في المواسم الماضية. أعتقد أن الأرسنال يقدم نتائج جيدة من قبل. رأينا الأرسنال في المواسم الماضية يؤدي ويظهر لنا مستوى مغاير عما كان في المواسم الماضية قبل ذلك. أعتقد أن الأرسنال الآن لديه فريق متكامل ولديه فريق رائع، وأعتقد أيضا أن توتنهام هاتسبر لديه فرصة أيضا للمنافسة. ستحتاج هذه المنافسة بالطبع من الآن حتى 20 مواجهة قادمة. سنرى من الفرق التي تألقت في البداية والتي ستستمر. بمناسبة كريستال بالاس، زي شفت مواجهته الأخيرة أمام السيتي، ورغم تقدمه طبعا بهدفين أثروا بشكل كبير جدا على معنويات جماهير السيتي، لكن السيتي قدر يعمل ريمونتادا، ومع تألق طبعا هالاند اللي سجل هاتريك وقدر يعمل ريمونتادا وينهي المباراة لصالحه بنتيجة 4-2. حسنا، أنا توقعت نتيجة مغايرة. كان الأمر رائعا، أنا قلقت قليلا حينما كانت النتيجة 2-0، ولكنك تلعب أمام مانشستر سيتي، يعني تلعب فريق هجومي من المستوى الأول، فريق كبير، فريق إذا كنت فائزا أمامه لمدة 5 دقائق فهذه مدة طويلة كي يستعيد مستواه ويفوز بالمباراة خلال 5 دقائق. فكريستال بالاس قد أدى نتائج جيدة أمام مانشستر سيتي في الأعوام الماضية. الجمهور توقع نتيجة جيدة لكريستال بالاس، ولكن هذا لم يحدث. يهمني، وبالتأكيد طبعا، يعني أنا عارف أن الدوري الإنجليزي بيضم نخبة هي الأفضل على مستوى العالم، نجوم من كل مكان في العالم بيلعبوا في مختلف الفرق، لكن الحقيقة أنا حابب أركز معك شوية على صراع الهدافين السنة دي، لأنه مع انضمام إيرلينج هالاند، مع وجود محمد صلاح، مع وجود هاري كين، مع وجود كريستيانو رونالدو، ومع وجود كتير من الأسماء، الحقيقة زي بتشوف الصراع على لقب الهداف في الموسم الحالي؟ أعتقد أن الأمر صعبا أن يحسم لشخص ما، لكن إيرلينج هالاند في مانشستر سيتي لديه فرصة كبيرة. أعتقد أنه إذا أخذ الفرصة واستمر في المشاركة سيكون هو الهداف الأبرز. وأعتقد أن طريقة مانشستر سيتي تخدم كثيرا إيرلينج هالاند، سيحرز الكثير من الأهداف هذا الموسم. أعتقد ذلك، أعتقد أن هذا هو ما سيجعل مانشستر سيتي الأبرز هذا الموسم. أعتقد أن إيرلينج هالاند هو المرشح. وإزاي بتشوف فرص النجم المصري محمد صلاح في أنه يحقق لقب الهداف للموسم الخامس على التوالي؟ إنه أقل ما يقال عنه أنه لاعب رائع للموسم السادس على التوالي، وينافس ويحافظ على مكانته. محمد صلاح هو شخص مثابر، هو شخص أثبت مكانته على ملعب المباراة. أعتقد أنه لاعب رائع، وأعتقد أنه سيترك نفس الانطباع عما الذي تركه من قبل. هو لاعب رائع بالطبع، لديه فرصة كبيرة ليختم هذا الموسم بشكل كبير، ولديه فرصة للتفكير. هو إيجابي دوما على المرمى. نيابة عن جماهير مانشستر يونايتد، هل بتعتقد انه بعد تجارب كتير جدا واللجوء لاكثر من مدرسه او فكر او فلسفه كرويه، هل تعتقد انه تين هاج قادر انه يرجع مع مانشستر يونايتد لمنصات التتويج مره ثانيه، ولا ما زلنا في اطار التجارب المستمره؟ مانشستر يونايتد هو الان واضح جدا أنه النادي الذي يسعى كثيرا
قام باستخدام العديد من اللاعبين، قام باستخدام كما ذكرت العديد من المدربين. لديه الآن كتيبة كبيرة ورائعة من اللاعبين. المشكلة الآن بشكل واضح هي في البناء ككل، بناء النادي، وليست مشكلة فنية على ما أرى. الأمر النادي يعاني من الكثير من التدخلات. أعتقد أنهم من الحكمة أن يدرسوا الموقف وأن يراجعوا أوراقهم من جديد. أنا أتكلم عن مستوى الإدارة. أنا لست متأكدا أن تغيير المديرين الفنيين هو أمرا إيجابيا. أعتقد أنها ستكون خطوة جيدة إذا نظر إدارة مانشستر يونايتد، إذا نظرت للأمر من جديد. يمكن الأخبار اللي عندنا بتقول أنه بنسبة 99% تم الاتفاق بين أياكس أمستردام ومانشستر يونايتد على انتقال الدولي البرازيلي أنتوني. مع استقدام أنتوني، هل بتشوف أنه فرص كريستيانو رونالدو في الاستمرار مع مانشستر يونايتد تضاءلت، وأنه الأفضل لينه ينتقل لنادي آخر، ولا أنت مع استمرار CR7 في الأولد ترافورد؟ إذا كان لدي القدرة على توقيع اللاعبين بحرية، سأفضل أن يبقى كريستيانو رونالدو في مانشستر وأن يبقى في الصفوف الأمامية للنادي. هو لاعب رائع، هو هداف. أعتقد أنه الآن لا يجد الطريقة التي يرتاح بها ويلعب. أعتقد أن يوجد مشكلة كبيرة في استخدام رونالدو في الفريق. أعتقد أن مع قدوم أنتوني سيكون الأمر صعبا، ولكن لننظر. النادي يجب عليه أن يستمر قدما، وكذلك بالنسبة لرونالدو. كاسم النجم واتفورد وبرينتفورد والمدرب السابق لكريستال بالاس، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة، وعلى كل أحوال